الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني هاي أسوأ سنة مثل ما بقولوا بمر علينا العيد بعرسال بسبب الظروف الراهنة الموجودة حاليا بسبب ارتفاع الدولار، وكان صار ضائقة مالية علينا وما عنا عمل وما قدرنا نسوي حلويات مثل أيام زمان. يعني عملنا يعني بكميات قليلة، مثلا كيلو كيلوين حلويات لا نسعد هالأطفال. هذا أصعب عيد بمر على اللاجئ السوري بغلاء المعيشة الوضع الاقتصادي. لا يستطيع اللاجئ أن يؤمن بدون زيت، ولا بيستطيع يؤمن حتى غلاء ربطة الخبز. كان يشتريها ب 1500، هلأ الآن 4000 ربطة الخبز. من أين وعايش على هالكرت التغذية 100,000 ليرة لبناني؟ كيف بدي يتحمل هاللاجئ السوري؟ نحن أوضاعنا الاقتصادية شوي صعبة. هلأ من سنتين أو ثلاثة كنا نقدر مثلا أمن حاجيات العيد من ألبسة للأطفال، من أكلات طيبة كنا نجهزها للعيد. للأسف هذه السنة بعيد الأضحى مر علينا عيد الأضحى بفترة الغلاء المطلق. هاي السنة ما حد قدر يعمل أكل طيب لأولاده أو حتى يجيب لهم ألبسة العيد حتى يفرحوا فيها. عيد صعب على اللاجئ السوري، لا بقدر يجيب مثلا ثياب. انا مني واحد الناس، انا ما قدرت اجيب ثياب لاطفالي. يعني الماديه الاسعار غالي كتير جدا جدا، الماديه ضعيفه يعني على الاخير. يا دوب عم نامن لقمه الاكل تبعنا.